صراحة من أجمل تجارب يعني اللي عشتها في حياتي. هي كانت فترة كتير قصيرة بالنسبة إلي، يعني كنت بحب مثلا تكون 4 شهور أو 5 شهور، بس تعلمت منها كتير. طبعا استفدت فيها بالفن أو على سواء الصعيد الشخصي، يعني في أشياء أنا كمان فهمتها في حالي. تعرفت على ناس مهمة، يعني كان في تواصل حرفيا مع الجميع، يعني سواء كان فني شخصي مع ناس لهم علاقة بالفن، الصعيد الفني أو خارج الفن. ففعليا هي تجربة غنية يعني ومهمة بالنسبة لي. أنا في قامت الفنية في القطان، طبعا تخرجت من الجامعة واشتغلت. طبعا شغلي كان أكاديمي، للأسف يعني ما قدرت اني احصل على فرص اني اشتغل في الفن. لكن لما رجعت هون كان لي تقريبا 3 سنين قطع فن حرفيا، ومش متعاملة مع لوحات او احجام كبيرة. طبعا الخبرة اللي اخذتها في الإقامة، اللي هي انه بداية انه انا رجعت سواء كان بافكار بخيال من ناحية إبداع، أو أني أتعامل مع الأدوات اللي معي سواء كانت الألوان بجميع أنواعها. الإقامة الفنية طبعاً وفرت لي وجود مساحة كبيرة أني أقدر أني أعمل فيها أعمال فنية. كان بالنسبة لي صراحة جميل أني قدرت أني أشكل، ودائماً أحاول أنه أتخيل وأشوف وين الإيماجينيشن بتاعتي وين ممكن تاخدني. فهون لما رجعت لا اكتشفت إنه أخذ معي وقت على تقريبا شهر كامل. ما كانت مخيلتي زي هلأ أو بعدين، طبعا هي مع الممارسة. و يا كانت صراحة تجربة رائعة.